السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وهي أسرار ومستجدات مفاجئة، وين صادي في طريق مفتوح للفوز. يعني قضية تاع وقت برك، قضية تاع 100 يوم برك، هذا ما كان 100 يوم هكا، نقولوا 100 يوم بس تحسبها، نقولوا 100 يوم. المهم احنا قبل ما نبداو جماعه ماذا بكم بارطاجيو لنا الفيديو الماكسيموم باش نطيحوا، باش وبانيك على الاقل 1000 جيم باش نطيحوا التبليغات لي على قناه شوبير ديزاد. والمستجدات مفاجئه، كل واحد يفرح لبلاده وكل واحد يدعم بلاده يا خويا باي طريقه، ما تجيش ضد بلادك كيما ذاك يعني مسيلمه الكذاب. يعني بالا خارج ينفض في روحه، شاف الوقت ما كاش، قال لك لا، قال لك الجزائر ما غاديش تترشح. يعني هذاك الرعد، هذاك مسيلمه الكذاب، ذاك ذرات مسيلمه الكذاب، قال الجزائر ما غاديش ترشح، هي خرجك واسع وين راكم، هاي 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 هاي. وين أودع وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاظ ملف ترشحه لخوض انتخابات العضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للعبة، وبات صادي في طريق مفتوح للعودة إلى الهيئة التنفيذية للاتحاد الإفريقي بعد مستجدات مفاجئة، وين صبت في صالحه للفوز في الانتخابات المقبلة وبسبعة قوية للهيسر. للأسف أعداء الجزائر، للأسف هما جزائريين، أعداء الجزائر هما جزائريين. يعني كيفاش يتكلموا، كيفاش في التيك توك البارح زعماك صايب دايرين لي لايف مأكدين باللي الجزائر سوف تنهزم، دايرين لايف هذاك رشيد في زوين، هذاك مسيلمة الكذاب. يعني الزبل في الزبل، يعني نجاسة نجاسة. والحاجة المليحة التمنيات تاعهم في صالح المنتخب الوطني وفي صالح مسؤولي الجزائر، ماذا بينا كيما هكا راك تشوف يخرج مسيلمه الرعد الزراط. يعني قال لهم ما كاش معناها وين راه مشاواليس وهاي واي واي واي، الاثا ترشح صادي راه رابح. يعني كاع التمنيات تاعكم بيان 10 على 10، قعدوا كيما هكاكم ملاح يا وجوه الذل يا النجاسه. واكدت مصادر أن المنافس وليد صادي عن منطقة شمال إفريقيا التونسي حسين دنيح سحب ملف ترشحه لانتخابات العضوية لهيئة الفاو، خاطر كاين بزاف شاهدنا قال لك لا القوانين ما يسمحولوش، ماشي القوانين ما يسمحولوش، هو قبلوله قبلوله حتى قبلوله الملف تاعو باش ترشح وعلن ترشحه، لكن انسحب لأمور يعني روح عند هشام الرعد الزراط يعطيكم المعلومات، روحوا عنده يعطيكم معلومات. وفي يوم الأخير لإيداع ملفات ترشح وهو أمس يوم أمس الثلاثاء 12 نوفمبر، قرر التونسي جنيح الانسحاب من خوض المعترك الانتخابي المقبل للاتحاد الافريقي لكرة القدم. ووفق لما ورد يعني حسب المعلومات، يعني معلومات نقولوا مصادر موثوقة، فإن جنيح عبر مراسلة إلكترونية طلب من الهيئة المسيرة لشؤون الاتحاد التونسي لكرة القدم سحب ملف ترشحه لانتخابات الكاف، وبعد تسريبات انسحاب ممثل الاتحاد التونسي لكرة القدم سيكون صادي قد ضمن منصبه في اللجنة التنفيذية للهيئة الإفريقية بالتزكية من منطقة شمال إفريقيا. أنا رابحين. وكانت بعض المصادر موثوقة أن حسين جنيح قرر خوض انتخابات العضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بدعم من وزارة الشباب والرياضة التونسية. وشاهدنا هنا كيفاش كانوا فرحانين، حتى وين خرج عمكم هشام الزراط الرعد لو البارح نهار ثلاثة مع العشية، وين راه صادي، وين راه زعيم الكواليس، وين راه راهو راهو، وين راه وين راه وين راه وين راه، هذي بالله فمك بالله، ما تبلعش فمك على إيه زراط
رعن. ورأى الوزير التونسي أن الجميع يملك من الخبرة في كرة القدم ما يؤهله لتمثيل تونس أحسن تمثيل في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبحسب المصادر ذاتها فإن كمال إدير نجح في إقناع رئيس الهيئة الكاف باتريس مونتيبي بالموافقة على المشاركة تونس في الانتخابات المقبلة، رغم أن الاتحادها يعني تسير هيئة مؤقتة دريكتوار، ومن المقرر أن تنظم أشغال الجمعية العامة الانتخابية الشهر مارس من العام المقبل، والتي سيكون فيها رئيس الحالي مونتيبي مرشح هو الآخر للفوز بالعهدة الثانية. وكما يعني أكدت مصادر موثوقة مؤخرا أن صادي وبعد أن تلقى الموافقة بالترشح من السلطة العليا للبلاد أبلغته هذا الأخير بضرورة دعم المرشح جنوب إفريقيا باتريس مونتيبي. هذه باش يكون على بالكم، وحضرناها لكم وقلت لكم باللي الدولة عطات الضوء الأخضر من أجل الترشح، لكن للأسف ناس يخرجوا يكذبونا ومنا واي 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 أسعف موسيلة ما يكذبش عندنا، الناس كان طايحين على وليد صادي وعدي عين في راو راو وعدي عين يا ودينا الشيطانة الشيطانة الحاج خلخلها لكم، الحاج بو خلخل، الحاج ما يهدرش خلخل، أنا أقولها لكم الحاج خلخلكم ما وديها الحاجي خلخل برك يا وجوه الذل. هذه هي باش يكون على بالكم، عاودوا دوروا مسيلمة كذاب، عاود دور عاود دور يا واد الكلب، انت والكلاب وانت وذيك الكلبة، قالوا كلبة في حوشنا تنبح ما تعش، انتو ما عندكم كلبة تنبح مسكينة ما تعش، الله غالب. هذه هي ونزيد فاني كنزيد نأكدها لكم، وليد صادي الأولمبية يطلع انتخابات هذه اللي جاية تاع الاتحاد تاع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الجمعية القادمة غادي يطلع ولدي يا سبعة وراء سبعة والصفعات تتكرر تتوالى آية. أودي أقسم بكم سهلة، أودي أقسم بكم سهلة ولا أو رجال تخدم فيه صمت، يعني فيه صمت ما كاش راه طارت تمشي خطوة بخطوة. هذه هي الناس تخدم خطوة بخطوة، والله أنا خطوة بخطوة. نستخدم خطوة بخطوة برك، هضرة قليلة أنا نقول لك، ما طايحين خشان تهولوا في الناس أو مسيلة ما كذاب، هاو جاو على مسيلة ما كذاب ولا تكذب، ما تكذبش يا مسيلة، وقلت لك ما تكذبش، على تقلق وتخرج تكذب، على تقلق ما زدت غير تكذب. وقلت لك ما تكذبش يا موسيلة ما كذاب يا طورنو ها يا طورنو يا الترم يا الترم يا مضر القول بجي غالك يا عامل مع الشيطان او البي دي أما تروحي عليها أما العشيرة في الطاس
هو بيتار هم عليك أولي أولي عزب لك سهلة ولا يا ودي مازال